اسمك شنو؟ والله ما سويت نهشاي. اسمك شنو؟ عزوز لا تسوي وجهك كذا. خلاص يما والله خوفني. Now somebody, anybody, everybody scream! أنا الصراحة دايم أحب هوشات البنات. تدرون ليش؟ قولوا ليش؟ إنهم يستغفرون أثناء الهوشة. كيلي تبن شايفة وجهك كيف؟ استغفر الله استغفر الله، ما راح أرد عليك يا متخلفة. مالت عليك؟ استغفر الله، أصلاً ما نزل مستواي لك. استغفر الله. ويمر بينهم يهودي أسلم. عشر سنين الصف السادس اللي حطمت لي مستقبلي. أنا فرجيكي. يي أنس فريال، شو عم بتسوي عنا بالحارة؟ عفواً ما عرفتك، مين حضرتك؟ ولو أنس فريال، أنا نانو. نانو؟ إيه والله ما تذكرتك يا بنتي. تتذكري يوم اللي قلتي لي شو بدك تطلعي بس تكبري؟ أنا قلت لك بدي صير دكتورة، أنت قلتي لي تعالي بزقي بوجهي إذا رح تطلعي دكتورة. ما تذكرتك، بس كيف فيني ساعدك؟ واو صرت دكتورة. شو المطلوب مني ساوي هلا؟ تفو عليكي. بعمركم صحيتوا من النوم، طلعتوا بالمراي، ارتعبتوا لأني في وحش موجود داخل المراي. أنا هيك صار معي، كنا نايمين في بيت جدتي أنا وبنات خالتي، صرنا حتى الساعة الرابعة الصبح. أنا خفيت لحالي، صحيت تقريباً بالعشرة، طلعت بالمراي وشفت وجه أسود مرعب جداً. بديت أصرخ وحش وحش، رحت وصحيت جدتي وأنا عم بصرخ. فزعت جدتي مني ونطت لآخر السرير، بدأت ترجف وتقرأ المتعوذات وتقول ارحل ارحل بسم الله ارحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارحل. وأنا كنت عم ببكي وأصرخ وحش وحش. بهاي اللحظة استوعبت إني الوحش هو أنا. طلعت على المراي مرة تانية، مع الأسف بنات خالتي رسموا بالمكياج على وجهي. جدتي استوعبت الموضوع وبدأت تضحك علي. هاي انت يا شام، اكيد هاي احلى مقلب صار معاكي. بس مع الاسف هاد كان اسوأ موقف صار معي. معكم الشرطة، كيف يمكننا مساعدتكم؟ مرحبا يا حضرة الشرطية، ضيعت زوجي في السوق وأرجو أن تساعدوني. نعم يا عمتي، سنبذل قصارى جهدنا لإيجاده، ولكن يجب أن تعطينا مواصفات الزوج. هنا سكتت العجوز وفكرت مليا في مواصفات زوجها وبعدها تكلمت. انظروا ما حدث. رجل عندك لم يبلغ من العمر 30، طويل وشعره أشقر وجميل وصوته حنون ورومانسي. ولكن يا أمي هذا ليس أبي، أبي عجوز عنده عصا ظهره مقوس. اصمت أيها الخبيث، فضحتني لعلهم يحضرون لنا شخصا أجمل منه. حركة نسويها في الأطفال. تفل عليه وأنا خالق والله، أدق على شرطة الأطفال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، معاكم شرطة الأطفال. يا ويلك يا ويلك. هلا صار اسمع الكلام، هيا بوس. البنت لما تنجح. بابا أنا نجحت الحمد لله. ما شاء الله يا بنتي، بشري كم نسبتك؟ نسبتي 25%. كفو والله يا بنتي، أنا أشهد أنك بنت رجال، أبشتري لك سيارة آخر موديل تستاهلين. الولد لما ينجح. أبوي أبشرك الله ولك الحمد نجحت. ها بشر يا السلوقي، كم نسبتك؟ نسبتي أبوي 99%. الله لا يوفقك يا الملعون يا الداجر. شوف ولد جارنا صالح نسبته عالية ويدرس وداخور مو زيك. يا
زين يا جماعه عندنا برجر دي قاعد يغطى في الساس زين وحط الطلسة. هات الاخص هالسوبر ماركت رجعت عند الصبية يلي عند حسين. الصبية تفضل استاذ شو بدك بالاخرس؟ ابو 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 الصبية عفوا استاذ شو بدك بالاخرس؟ اوو ابو 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 الصبية عفوا ما فهمت عصب الاخرس وصار يعيط. ارتبكت الصبية ونادت المدير. اجا المدير وقال له تفضل استاذ شو بدك؟ قال الاخرس اوو ابو ابو ابو. طلع المدير الصبية وقال له نادي محمود الاخرس اللي بيشتغل بالمستودع. نادت له وجا وصل محمود. ايه ابو 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 الاخرس اوو ابو 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 محمود ابو. هز الاخرس براسه موافق. راح محمود للمستودع ورجع معاه كيس اغراض. اعطاه للاخرس. راح الاخرس الكيس وابتسم وحاسب ومشي. طلع الكل بمحمود وهن مصدومين منه. قالوا له شو كان بده؟ محمود جاوبهم ابو 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 ابو. تفكير أهلي إذا كبرت. أمي أبوي إخواني أبالكم خلاص لا لا بابيني صديقاتي إذا كنت مشهور كلمني عندك رند سبورت احضني عماتي الطلب واضح وش فيك سمول كابتشينو يا صديق خالاتي الله هاي الكلمة دي تبقى أنا اللي قدامك دي يا حبيبي رقاصة رقاصة رقاصة. السلام عليكم. سؤال جايز بعمركم صار معاكم عمل لمدة دقيقتين؟ أنا هيك صار معي. اشترت لي أمي تيشيرت جديد ولبسته دخلت لحتى تشوفها ستي وباركت لي فيه قالت لي تهريب الهنا. أنا قلت لها بدون ما أفكر نهائيا الله يهريكي وبسرعة البرق أكلت أول كف والتاني من أمي وهي عم تقول لي يا فكري قبل ما تحكي يا. امرأة إيطالية احترق إصبعها وهي تطبخ فذهبت إلى زوجها وهي باكية وقال لها بكل رومانسية لا تلومي النار يا عزيزتي فقد اجتهد أن تتذوق أصابعك الجميلة فابتسمت وعادت إلى المطبخ وهي مبتسمة الزوجة. أرادت امرأة عربية أن تقلد هذا المشهد فدخلت على زوجها الذي منبطحا في الصالة وماد كراعينه قالت لقد أحرقت النار إصبعي قال لها هذه نار الدنيا هذه نار الدنيا للحين ما شفت نار جهنم لا حول ولا قوة إلا بالله حطاه بجهنم استغفر الله. أغبى أسئلة ممكن تسمعها الجزء الثاني. وش تسوي بالحمام؟ لا بس مسوي بارتي مع الغسالة بخلص وبطلع. هاي جالس تاكل شوكولاتة؟ لا جالس اتصدق على الجراثيم. ها شوف اموغوس بم 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 تو تو تو. اسمع بما انه تم الحكم عليك شنقا حتى الموت فبنحكم عليك بالموت حتى الموت. عليك اعطيتني معلومة جديدة الله يفتح راسك. شكله مات. هاي هاي انت حي ولا ميت؟ يعني انت وش شايف يعني بالله تعال انت وياش نقوم لا خلاص والله اخر ما اقسم بالله اخر ما. اغبى اسئله ممكن تسمعها الجزء الاول. الله اكبر. جالس تصلي؟ لا جالس ابوس الارض. قم انقلع. شكرا يا دكتور. ها الدكتور كتب لك دواء؟ لا طلب لي 2 برجر واحد بيبسي. خلصت الصلاة؟ لا والله بس الإمام مطلع لي فسحة. لملا نلعب يا أنتر أنا نعسان ولا أقدر العب معها يا بهلول ألا ترى أنني مشغول اذهب أنت يا شمشون أنا منتبخ كالبالون خذي أنت يا إذاعة أنا بالمسبح يا جماعة اذهب معي أوبو أوبا نعمل على ريزر التربة لما لا تذهب أنت يا جزرة أنا مشغول أحفر حفرة لما لا تذهب معها يا أغلف سبق وأنواع ماذا عندك يا رسول ليس
ليس لدي أي طاقة. أوف يا ربي حظي هذا، كل يرميني على الآخر. لو كانت عندي عائلة ما صرت بتلك المشكلة. انتظري يا زينة ذاهبك لأجد أهلا. هيا نقسم اثنين اثنين، لن نرجع إلا مع زين.